شو بده يطلع من هون هاد؟ لازم الاقي حل. لي هيك يلا فوت بدي اقعد. العافية. الله يعافيك. انا فيش بقدر اخدمك؟ لا لا ولا شيء، بس بتفرج. توكل على الله، خذ راحتك يا حبيبي. هسا هذا الحيوان يابا اسمه حيوان اللاما، له قصة غريبة عجيبة. ايه شو هي يابا؟ هذا له قصة. ولك مش حكيت لك ما تفوتوش بدوني. الله يلمسك يا زلمة، هي كيف ايدك؟ بعدين انا دفعت لك حق التذكرة ابو ابراهيم، حساب انت فايت، متع ناظرك يا زلمة. ولك حبيبي ابو سليم، احلى ابو سليم. يلا نتفرج يا زلمة. وين؟ ولك شو في مالك؟ ولا شيء، خليني ساجد احسن. العافيه. اهلين، انا صاحب الحديقه، شرفتونا. الله يزيدك شرف يا عمي. اهلين. جوعان؟ هسه بخلي الشباب يجيبوا لك اكل. طيب يعني وشو المطلوب منا احنا؟ بس بدي تساعدوني نخرج هالحصان الصغير. طيب وليش بدك ايانا نمشي جنب الحصان ونخبيه؟ لأن أمه إذا شافتنا مخرجين راح تصيح. يا الله يا الله، والله بتشيت قلبي. حنون خايف على مشاعر أمها للحصانة. والله. يا باي. تعرف يا أبو سليم، صدقني الدمعة صارت بدها تنزل من عيني. خلص بنساعده. بنساعده ليش؟ والله أيام بوصلني الأسد، والله حلاوت معاك يا أبو يزن. طيب بس بدي اوصل المكتب دقيقتين وبرجع لكم عشان نتساعد. يا سيدي ولا يهمك، احنا بالخدمه. احنا بالخدمه بدنا نساعدك. ولا يا الله يا رجل، هذا مش طبيعي. يعني الرفق بالحيوان عنده ابهرني يا زلمه. طالع من جواته. تخيل خايف على مشاعر امها للحصاني. والله يا الله، والله العظيم هذا مثال للرفق بالحيوان. وين حقوق الحيوان عنه؟ وين يا عمي؟ وين؟ يلا يا خالي يلا. وين عم تبدا؟ العافية أستاذ. أهلين، الله يعافيك. أنا أشرف، شرفنا. بشتغل بالمباحث. بدنا نكشف عن عملية سرقة عندك. يا لطيف، خير؟ شو فيه؟ في جماعة يسرقوا الحصان البون اللي عندك يا زلمة. هذا الشاب محيرني، هذا مثال أعلى للأخلاق والطيبة يا زلمة. يا ليت نلاقي واحد زيه يحن علينا. شوف يا أبو سليم، هذول في بلاد برا الأجانب يعني بيعاملوا الحيوانات أحسن منا. لو ايش وبيجوا على بلادنا بيمثلوا علينا الانسانيه. طيب عليك، احكي لي شو عمل. بلغ العمال لو شافوهم ما يحكوش معهم، بدنا نمسكهم متلبسين برا الحديقه. فهمتك، يا سلام عليك. انا عشان خبير بالشغله. بس صابرين يعني. بالعافيه. اهلين، جاهزين تساعدوني؟ طبعا جاهزين. يا الله، بدك ايانا نساعدك عشان نطلع هذيك الحصانه وما تشوفش بنتها. مثال اعلى هذا للرفق بالحيوان. يلا نعمل خير. نحن مع الرفق بالحيوان. نعم، نحن مع الرفق بالحيوان. يا سلام، يا هيك الشرطه يا بلاش، الله يعطيهم العافيه. اسمعوا يابا، ابو ابراهيم حبيبك غطى على امها، بلاش تحزن عليها. طب بسرعه، هينا مغطين. يلا افيتش هيك. طلع علي يا شطوره. تخليش امها تشوفها. طلع علي. تخليش امها تشوفها. لا هيني مغطي. غطني يا بنات، غطني، لا تخافوا. يلا تعالي غطي، تعالي غطي عينيها. روح خلص، ما شافتش. تعالي يلا روح. انت لازم ينطوك جائزة نوفل للرفق بالحيوان. والله هيني مخبي. يلا يا يلا الله عليك. خبنا. خليهم يفرحوا لهم شوية. يلا هيك قربنا نصل. يلا. يا الله يلا. هسه هيك بده يفقد امه. بس تعرف يا ابو ابراهيم، انا مبسوط كثير انك انت سكرت عمه ما شافتوش. انا سكرت عمه ولا شافته،
بس هذا الحصان بده يقطع قلبي، الله يصبر امه بس. او الا ضناها ضناها. يا بي انت مثال اعلى للاخلاق الحيوانيه. انت انت لازم يعطوك جائزه نوبل للحيوانات. يلا شوي وبمسكوهم. تلفون. الو اهلين. نعم نعم ابو يزن. ايش يلا يلا يا هينا 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 تقريبا وصلنا. هينا تقريبا. بتعرف بتعرف قبل ما نطلع بدي اقول لك كلمتين. انت هذا الانسان مثال اعلى للرفق بالحيوان. مزبوط. سكروا البوابات، امسكوا الحرميه، حرميه امسكوهم. إيه؟ سكروا البوابات. شوفي شوفي وعابر حالك مش فاهم. ها احنا شو بدرينا؟ حكالنا انه هو صاحب الحديقه. شو بدرينا؟ ما انت السبب. انا شو دخلني؟ انت اللي قلت له انت رفق بحيوانات. اسمع اسمع اقول لك انا.